الحبيب نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. كارطه ديال السجون كما هو معروف يعني ما تبقاش اي ليميطاطات ولا محدوده، هذا الكلام كل شيء تعرفوا دابا حاليا. لكن كاين واحد الفئه ديال الناس اللي عندهم كارطه ديال السجون ولكن كارطات شو ماشي سكيده الكترونيكا، وهاد الناس هادو اغلبيه ديالهم يعني في حيره من الامر ديالهم، واش غادي نبدلوها حنا او ما نبدلوهاش، حنا عندنا فاميلياري، حنا عندنا كذا، حنا عندنا لجوء، حنا هذه هذه هذه. المهم اغلبيه يعني ما عارفينش اش غادي يديروا، سيرتو الناس فاميلياري اللي عندهم كارطاتشو ديال السيجورنو ديال ايليميتاتو. هاد الناس هادو خوتي حتى هما راه خصهم يبدلوا ديك الكارطا ديال السيجورنو، وما تبقاش الكارطاتشو غيولي كلشي عنده سكيده الكترونيك، لان بزاف ديال الاخوان ما عارفينش واش يعني حتى هما تيعنيهم الامر انهم يعني يبدلوا هذيك الكارطاتشو، يعني ما يبقاش فيه ايليميتاتو ويولي فيه حتى هما كذلك 10 سنوات. الجديد اخوتي اللي كاين هو انه حتى هما تيعنيهم هذا الامر، هذا تيعني الجميع اللي كاينين هنا في ايطاليا، سواء اللي عندهم ديك السكيده الكترونيكا، السكيده اللي تنقولوا على السكيده هنا في ايطاليا، ولا اللي عندهم كارطاتشو حتى هما ايليميتاتو، حتى هو ما يبقاش ذاك الكارطاتشو وغيولي عندهم كل شيء، غتولي عندهم يعني واحد السكيده موحده اللي فيها بطبيعه الحال المده ديال الصلاحيه ديال ذاك الكارطا هي 10 سنوات كما قلنا. وهذا راه ما تيعنيش يعني هذيك 10 سنوات ما تيعنيش يعني الامتيازات اللي عندك اللي تتخولها لك يعني الكارطا ديال السجورنو، يعني راه ما غاديش تبقى او شي حاجه غتغير مثلا في هذه المسائل هذه، حتى حاجه ما غادي تغير. وكارطا السجورنو تنقولوا بانه ما يمكنش يحيدوها العباد الله الا في بعض الحالات الخطيره اللي فيها كما قلنا تكلمنا عليها شحال هذه، مسائل ديال الارهاب مثلا، او ان الانسان هذا خطير على المجتمع وتهدد يعني السلامه والامن ديال المجتمع عندنا في ايطاليا. هادو هما جوج حالات اللي ممكن انهم يعني يحيدوا الانسان كارطه سيجورنو. ما عدا هاد الحالات هادو ما يمكنش يحيدوا الانسان يعني كارطه سيجورنو، فقط يعني من غادي تكمل 10 سنين غادي تولي دائما خصك تبدلها، لانك كملت 10 سنين فقط لا اقل ولا اكثر، يعني حتى حاجه ما تتغير في الصلاحيه ديال الكارطه. لذلك الناس هما اللي عندهم هذيك ايليميتاتا وكارطاتشو راه خصكم تبدلوها، وبطبيعه الحال حتى نتوما يا غادي تدفعوا بحالكم بحال جميع عباد الله يعني في البوستا، ما تمشيش ديريكتومون الكويستوره، غادي تمشي البوستا وتاخذ كيت وتعمر المسائل ديالك وتخلص الواجبات اللي كاينه تقريبا ما تفوتش 80 اورو تقريبا فقط، وتاخذ انت الموعد ديالك ديال البصمات وتتمشي تتبصم وتتسنى باش تخرج لك ديك الكارطه ديال جديده الكارطه ديال السيجورنو اللي فيها المده ديال الصلاحيه 10 سنين. بطبيعه الحال بلا ما يبدلها بلا ماشي اوبليغاتوار باش دير لها جورناميتور ولا خديتيها عاوتاني وسالها لك باسبور ولا شي حاجه بغات تبدلها، بلا ما تبدلها راه ماشي يعني مساله ضروريه 100%. وهادشي كنا تكلمنا فيه شحال هادي وقيل معارض يقول لك لا خاص فين ما تبدل كل 5 سنين خاصك تبدلها، غادي نبدلها لك غادي نخدم بها بحال الكارطة دي ديدينتيتا، ممكن انني ندير لها لاجورنامينتو. الا كنت غنبقى خدام بها فقط يعني ك بيرميس سجورنو او كارطة سجورنو راه ماشي مشكله انها تبقى يعني بلا ما دير لاجورنامينتو. هذا ما كان في هذه المساله هذه اللي تتعلق بالمساله ديال كارطة سجورنو، سيرتو الناس اللي عندهم كارطاتشو ايليميتاتو وتيقول واش حنا نبدلوها او ما نبدلوهاش. نتمنى ان الامور تكون واضحه في هذه المساله دي. المسألة الأخرى ديال الريدي ديال الشطات ديال الناس داخل المواطنة وتي تكلمنا عليه شحال هادي، التغييرات اللي كاينة الجديدة بطبيعة الحال راه ما كاينش شي حاجة جديدة يعني بزاف في المسائل يعني ديال لي ريكويزيت والشروط للحصول على الدعم هذا ديال داخل المواطنة. بطبيعة الحال خص تكون 10 سنين ديال الإقامة هنايا والعامين الأخرى بصفة مستديمة يعني مستمرة هنا في إيطاليا. كذلك الإيزي ما خصوش يفوت 9360 أورو، يعني ما تغيرت فيه حتى شي حاجة، البنكة ما يكونش عندك فيها مثلا واحد أكثر من 6000 الأورو. المهم هاد المسائل كلها تكلمنا فيها يعني واضحة للجميع. التغييرات اللي كاينة هو أنه عاد تزاد يعني بعض التشديدات على دخل المواطن الريدي في الشطة ديال دابا غادي يبدا واحد القانون غادي يبداو كل يعني كل شهر غادي يحيدوا لك 5 اورو من هاد من الخلاص ديال الريديت شطا ديال الانصا، سيرتو الناس يعني اللي تيريزولتيو انهم ممكن انهم شي يخدموا او كاين شي واحد في وسط العائله ديالهم قادر على العمل، غادي تحيد لي 5 اورو كل شهر. هذا هو القانون اللي كاين دابا اللي تكلم عليه ماريو دراغي. لكن كاين واحد الفئه اخرى اللي عندها يعني فقط 300 اورو في الدخل المواطنه، هاد الناس هادو ديال 300 اورو وتحت اللي تياخذوا غير هاد المبالغ هادي الضئيله بطبيعه الحال
ما غاديش يتطبق عليهم هاد القانون هذا. بطبيعة الحال غتكون إجبارية ديال أن الناس يمشي يقوموا بشي أعمال يعني في الكومون ديالهم فابور يعني، وتشكل الناس كنا عليه شحال هذه تقريبا واحد 8 السوايع الإنسان يمشي يخدم في الكومون اللي هو فيها، وكذلك غادي تتم المنادة على عباد الله أنهم يمشيو يخدموا. بطبيعة الحال اللي غادي يرفض غادي يحيدوا ليه الدخل المواطن. في مقابل هذوك الناس يعني اللي ما يعني متوفرش فيهم الشروط وهذوك اللي فور بيتي كما تسموهم هنايا وتيستافدوا من ريدي الشطه ديال الهضره، بطبيعه الحال الكوموني غيبداو يعني في التدقيق في المسائل ديال السكن وفي الريزيدنس ديال هاد الناس اللي تيستافدوا. يعني كانت هذه حوايج من اهم التغييرات اللي باغا ديرها يعني الدوله الايطاليه والحكومه ديال مارو دراغي فيما يخص دخل المواطن ريدي تو دي تشيتادينانسا. بالنسبه للناس ديال البادانتي كونفيفينتي اللي عايشين مع العائلات، راه كاين واحد القانون اللي تحدد حتى هما السوايع ديال العمل كذلك والسوايع ديال الراحه كذلك، يعني راه ماشي غير فقط يعني عايشين معاهم يعني صافي خصهم بالليل وبالنهار يعني يبقاو خدامين بحال شي عبيد لهاد الناس هادو، لا راه كاين قانون اللي تحدد السوايع ديال العمل وتحدد كذلك السوايع ديال الراحه. بالنسبه للاوقات ديال العمل يعني ما خصهاش تفوت 10 ديال السوايع بطبيعه الحال غير متتابعه، ماشي تكون متابعه ملاصقه 10 ديال السوايع، تكون فيها واحد مثلا واحد السوايع مثلا ديال الراحه في هاد العشره ديال السوايع ديال العمل، وبالتالي عدد ديال الساعات يعني في الاسبوع كامل خصو يعني يتوافق مع 54 ساعه، ما يكونش اكثر من 54 ساعه يعني باش تكونوا عارفين هاد المسائل هادي. وكذلك هاد البادانتي يعني عنده الحق يعني في واحد الاضافه ديال واحد 11 ساعه متتاليه ديال الراحه من غير ديك جوج السوايع ديال الراحه اللي قلنا ديال العمل اليوميه، عنده الحق في 11 ساعه متتاليه ديال الراحه. والقانون واضح في هذه المسائل هذه، يعني الدكتور ديال لابورو هاد العائله اللي مشغل هاد الناس هادو يعني ما احترمتش السوايع السيتيمانالي يعني ديال الخدمه اللي كنا ما يفوتوش 54 ساعه، فانها تتعرض لواحد الدائره ماليه اللي تتبدا ما بين 200 اورو حتى 1500 اورو، وكذلك لما احترمتش حتى السوايع ديال الريبوزو جورنالي اللي كنا تكلمنا عليها يعني ديال 11 ساعه وديال دوك جوج السوايع كذلك، فالعقوبات غتكون لهاد العائله تتراوح ما بين 100 اورو حتى 300 اورو. المهم هادشي راه تيخولوا لكم القانون الناس ديال البادانتي اللي عايشين مع العائلات اللي كونفيفينتي مع العائلات، القانون راه هو هذا واضح يعني باش تكونوا عارفين الناس راه ماشي عبيد، الناس غادي يمشيو يخدموا ماشي يكونوا عبيد لعباد الله. للاسف راه تشوفوا بزاف ديال الناس يعني مستغلينهم، بعض العائلات مستغله عباد الله سيرتو الناس اللي دافعين مساكن دابا يلا دافعين يعني في السناتوريه. راه تنقول لكم اخوتي الا لقيتوا شي عائلات اخرى او لقيتوا شي عمل اخر راه ممكن انكم تبدلوه، يعني راه ما كاين حتى شي مشكل، بطبيعه الحال تشوفوا محامي ما تخلوش هاد العائلات هادو يبقاو يستغلوا فيكم بهذا الشكل هذا. بالنسبه للريديت ديال الامرجنس والدفعه الاخيره ديال شهر 10 اللي غايده تسعى يعني ما كاينش شي تاريخ يعني محدد، وكاين بزاف ديال عباد الله اللي مازال ما تخلصوش يعني في الشهور كاملين ديال الريديت ديال الامرجنس. المهم الهضره اللي كاينه دابا هي نهار 15 في شهر ديال 11 هذا المقبل هذا ديال نوفمبر كما تعرفوا، ولكن ماشي اكيد يعني ما كاينش شي توقيت اكيد اكدته يعني الامت خرجت به يعني تتوضح في هذه المساله هذه. كذلك الحكومه ديال مارو دراغي مازال ما خرجتش يعني بشي كلام على انه غادي تقدر تكون يعني مستقبلا دفعات اخرى ديال الريديس ديال الامرجنسا من غير هاد الدفعات اللي كاينه دابا حاليا. وغادي نختموا هذا الفيديو هذا بهذه المساله الخطيره جدا اللي هي انه راه ممكن انهم يعني يتجسسوا عليكم في التليفون ديالكم يشوفوكم ويتصنتوا لكم، وهذا الشيء راه قديم يعني راه ماشي جديد، ولكن راه حاليا يعني اتفاق مات هذه المسائل هذه ديال التجسس على عباد الله في التليفون. كاينين دي زابليكاسيون اخوتي اللي غير زايده عندكم ما نافعكم حتى شي حاجه، حاولوا انكم تحيدوها من التليفون ديالكم. غادي تشوفوا معايا دابا واحد الفيديو اللي توضح هذه المساله هذه توثق المساله ديال التجسس على عباد الله في التليفون، وبقوا معايا في الفيديو غادي نوريكم الطريقه يعني باش تعطلوا المساله ديال الكاميرا وكذلك ديال الصوت في الهواتف ديالكم. خليكم تشوفوا هذا الفيديو بعدا. ممكن حضرتك تفتحي الموبايل عادي وتتعاملي معايا كده عادي جدا؟ حلو قوي. تشوفي في برنامج مفتوح اي حاجه؟ مش هتلاقي اي برامج مفتوحه نهائي. ممكن حضرتك تعدي من واحد لثلاثه؟ لازم حضرتك بص هو واحد اثنين ثلاثه واخليه مفتوح. يا جماعه دلوقتي الكاميرا، دلوقتي انا فاتح الكاميرا التانية، انا هجيب دلوقتي الكاميرا اللي على وش حضرتك. اتحركت اهي. لا يا راجل شايفين؟ يا راجل ومفيش اي برنامج مفتوح تقدري توريه للكاميرا او تجيبي حد يشيك على الموبايل كامل. بتهرج شايفين يا جماعه؟ انت بتهرج.
انا ممكن أنا كمان اعلي الصوت بس عشان ما يعملش دوشه فاهو بالصوت صوت وصوره بالصوت وصوره وكل حاجه واقدر احدد المكان واقدر اتحكم فيه بشكل كامل من لإلى فما تفرحيش من حاجه زي دي. دخلت على الموبايل اللي انا ماسكاه وهو مقفول مقفول يعني وافتحيه يعني ما فيهوش اي حاجه ادخلي على الواتس اعملي اتصال اعملي اي حاجه براحتك خالص هو اصلا يعتبر موبايل جديد تماما الحقوني يعني حتى دوسي الزرار دوسي الزرار بتاع الشاشه الزرار ده اقفلي الشاشه عادي جدا اهو اقفلي الشاشه عادي برضو طول ما انت واقفاها شايفين يا نهار ابيض لا انا اترعبت دي حياتنا كده كاميرا اماميه وخلفيه وعادي يعني جدا يعني انا كده ممكن اكون في البيت والكاميرا بتاعتي ويعني والدنيا اوبن عادي والدنيا جدا وفي اجتماع انا بصي انا هعلي الصوت شويه كده بسيطه معلش يا خالد نعلي سنه ده صوتي هو فالفكره كلها يعني انا كده حياتي ممكن تكون مفتوحه لاي حد دي مش ممكن هي لو ما كيف مشوا معايا يعني المساله واضحه دي التجسس في الهواتف عن طريق دوك لي زابليكاسيون انستاليو في التليفونات ديالنا وكاين بزاف ديال زابليكاسيون يعني غتجيو تنستاليوها ما تنعرفوش يعني المصادر ديالها وتنعطيوها جميع الصلاحيات وتنسمحوا لها بالميكروفون وتسمحوا لها بالتليفونات وتسمحوا لها باي حاجه حضروا راسكم حضروا راسكم المهم كاينه واحد الطريقه اخرى اللي ممكن اننا نسدوا عن طريقه يعني نعطي شوطريزاسيون لبعض المواقع انهم مثلا يدخلوا يعني الهاتف ديالنا ويشغلوا الكاميرا ويشغلوا كذلك حتى الميكروفون ديال الصوت غتشوفوا معايا هذا الفيديو غتدخل المتصفح ديال جوجل كما تشوفوا معايا تشوفوا ثلاثه النقطات اللي كاينين الفوق وغادي تكليكيو عليهم وغادي تمشيو لامبوستاسيوني كما تشوفوا معايا هنايا وغادي تدخلوا وغتقلبوا على امبوستاسيوني سيتو راه غتلقاوها هنا في نفس هذه الصفحه هذه غتكليكيو على امبوستاسيوني سيتو وغادي تمشيو لهاد الصفحة هادي اللي فيها فيديو كاميري كيما تشوفو معايا تكليكيو عليها كيما شتوها شاعلة بالزرق غادي تحيدوها يعني تطفيوها يعني ما تعطيوهاش الصلاحية أنه يسجل فيديو كاميرا يخدم فيديو كاميرا غادي نحيدوها كنشليوها وغادي نرجعو وغادي نديرو عاوتاني ميكروفون تا هو شعل بزاف حتى هو غادي نحيدوه نحيدو ليه الصلاحيه ديال انه يخدم الميكروفون وهكذا يعني غتقدروا تكونوا حميتوا التليفون ديالكم وبطبيعه الحال الانسان ما خصوش يبقى يعني غير يسكاري كيف لي زابليكاسيون من ما جاو يسكاريكم بلا ما يعرف يعني المصادر ديالهم هذا ما كان في هذا الفيديو هذا ما تحرموش من الدعم ديالكم للقناه ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.